أنا عمار خميس من مواليد هيت، طالب في جامعة العنبر قسم الهندسة الكهربائية. صممنا العديد من أنظمة السيطرة وأنظمة التحكم عن بعد. على سبيل المثال صممنا هذا النظام، نظام للسيطرة على أجهزة المنزل عن طريق تطبيق بسيط على الهاتف، تطبيق أندرويد. هذا برنامج الأندرويد اللي ممكن من خلاله نسيطر على أجهزة المنزل، وهنشوف شلون إنه أي جهاز ممكن نطفيه ونشغله. كذلك صممنا نظام السيطرة على الآبال التوازية، ممكن نسيطر عليها من خلال نظام GSM عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هذا النظام. هذا النظام راح يستقبل رسالة وراح يشغل الجهاز في نفس الوقت. من يستقبل رسالة حيعيد لي إرسال رسالة إنه الجهاز اشتغل. نفس الحال في حالة الإطفاء، هسه وردت لي إنه الجهاز اشتغل، راح أدز له رسالة إطفاء. هسه دزيت له رسالة إطفاء، هسه نزلت الرسالة وهلأ من عند استلام راح يطفي الجهاز. كذلك صممنا العديد من الأنظمة مثل أنظمة الحماية ضد السرقات وأنظمة إنذار مبكر توضع فيها المنازل. كذلك مستقبلا نطمح في يعني استثمار بعض المشاريع مثلا في الخلايا الشمسية المتواجدة في الشوارع، ممكن أن نعمل من عندها مصطبات ذكية ممكن تخدم أو تصب في صالح المدينة. إذا نلاقي دعم ممكن أنه نخدمهم بهواية أشياء، يعني احنا ممكن محطة كاملة، محطة ضخمة ممكن انه نخليها تعمل بشكل آلي دون حاجة الى اي عامل. ممكن نضع حساسات في التربة تتحسس الرطوبة بالتربة وهي تشتغل، تنطق اوامر للمكائن وتشتغل وتسقي بشكل آلي دون حاجة لتدخل. كذلك صممنا فكرة بسيطة للروبوت الخاص بشركة امازون من مواد بسيطة منزلية. هذا الروبوت يؤدي وظائف الحركة الكاملة، ممكن من خلال تطبيق نحرك جميع أجزاء الروبوت.